الشاشة. السلام عليكم. بعد انحسار طفيف تستعيد جائحة كورونا نشاطها انتشارا في دول العالم، وذلك قبيل انطلاق الموسم الدراسي الجديد. فالأرقام التي تكشف عنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أونسكو، وتبين فيها عدد الطلاب والبلدان المتأثرين بالجائحة، أرقام مهولة. فبحسب المنظمة الأممية فقد بلغ عدد الطلاب المتأثرين بالجائحة في شهر مايو أيار الماضي أكثر من 1 مليار طالب وتلميذ، أي ما يمثل نحو 60% من مجموع الطلاب المسجلين عبر العالم. عربياً لم تكن الأرقام أحسن حالاً، ففي السعودية تجاوز الطلاب المتأثرون 8.5 مليون طالب، وفي العراق 7.5 مليون، وارتفع الرقم في مصر إلى أكثر من 26 مليون طالب. هذه الأرقام والمعطيات تثير قلقاً عن مستقبل التعليم وتحدياته، وخصوصاً في المنطقة العربية، في ظل شكوك بإمكانية إيجاد لقاح قريباً للجائحة التي تجتاح العالم منذ شهور. التعليم العربي وتحدياته في زمن كورونا، موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. رغم انتشار استخدام الإنترنت في المنطقة العربية، إلا أن العديد من تلك الدول لم تختبر سابقاً التقنيات التي يتيحها التعليم الإلكتروني، ولا تزال التجارب العربية متواضعة جداً، ولا تتركز الناجحة منها جزئياً إلا في بعض الدول الغنية، بل لم تستطع دول عربية كثيرة إدخال التعليم عن بعد في النظام الجامعي. منظمة اليونسكو أحصت 138 دولة حول العالم اتخذت قراراً بإغلاق تام أو جزئي للمدارس منذ تفشي فيروس كورونا، ما يعني أن 1.370 مليار طالب تأثروا سلباً بهذه الإجراءات. دول العالم العربي كجزء من العالم حاولت إيجاد بدائل لتعليم ملايين التلاميذ المحرومين من المدارس كتدبير وقائي من فيروس كورونا، لكن الأمر ليس تحولاً اختيارياً أو تفاخراً تقنياً أو حتى على سبيل التجربة العملية بحسب صحيفة الإنديبندنت البريطانية، بل هو عصر التحول الرقمي في التعليم، رغم أنف الممسكين بتلابيب اللوح والطباشير حتى ضربتهم كورونا في مقتل التعطيل والإغلاق. فيروس كورونا وضع نحو 83 مليون طالب في الوطن العربي بحسب منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة اليونسكو وجها لوجه أمام منظومة التعليم عن بعد، فمنهم من وجد نفسه مستعداً شاكراً أدواته المجربة والموثقة في وجه قرار التعطيل، ومنهم من بقي يعاني ويصارع ويسارع عله يلحق بعضاً مما فاته. زمن كورونا سلط الضوء على منظومة التعليم المتهالكة في العالم العربي كما لم يحدث من قبل، فبين عزوف وتعثر ونجاح نسبي وهوات اجتماعية ورقمية وعقبات نفسية وفوضى الفصل الافتراضي، تأتي تحديات التعليم عن بعد لتضيف تحديات أخرى للتي تعيشها النظم التعليمية في الدول العربية. فقد أكد البنك الدولي أن نظم التعليم في هذه الدول جامدة بشكل كبير، فعدم إعداد المدرسين للتعليم عن بعد وضعف إمكانية التلاميذ المهارية والاقتصادية تقف عقبة أمام نجاح هذه التجربة، ما يثير المخاوف من أن يساهم التعليم عن بعد في تقوية التفاوت الطبقي بين السكان. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مريم أبو الريش، أستاذة فلسفة مناهج وتدريس، وعبر سكايب من اسطنبول الدكتور إسلام يسري علي، رئيس تحرير موقع بحوث لتعليم العربية للناطقين بغيرها. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من اسطنبول. دكتور إسلام، عن أي نوع من الأضرار التي لحقت بالعملية التعليمية بصورة عامة في العالم ومن ثم في الدول العربية يمكن أن نتحدث بسبب جائحة كورونا؟ طبعا في الحقيقة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بكم أستاذ جهاد، مرحبا بضيفتنا الكريمة دكتورة مريم. في الحقيقة نحن أمام جائحة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. نحن أمام 1.2 مليار متضرر في مدارس الكوكب الأرض، وهو ما يمثل 70% من المتعلمين في العالم تقريبا.
عندنا المشكلة أيضا كما تفضلتم في البداية في كل الدول العربية تقريبا الذي نجا في البداية هي دولة السودان، لأنهم كانوا في عطلة في ذلك الوقت. أما إذا نظرنا إلى العراق فسنجد تقصد في سبعة، السودان نجت تعليميا، البنية المنظومة التعليمية نجت، تقصد في السودان نجت أنهم كان عندهم إغلاق طبيعي في ذلك طبيعي؟ الوقت يعني. نعم. لكن نحن سنجد أن العراق تعطل 7.5 مليون طالب. سنجد في مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان عندنا 26 مليون طالب. إذا نظرنا إلى السعودية 8.5 مليون طالب. كل هؤلاء توقفوا عن الدراسة فجأة، يعني شيء هكذا أشبه بالسكتة القلبية. قيل للطلاب وللمدرسين من الغد لا يوجد تعليم. الأضرار كشفت يعني عورات النظم التعليمية التي يديرها كهول لا يعرفون ما يطرأ على التقنات التعليمية من تطور، فما زالوا يستخدمون الطباشير والسبورة، وإن طوروا يظلوا يدورون حول هناك تابلت، ليس هناك تابلت. نعم. لكن في النهاية لا يوجد في طيب دكتور صوتك يتقطع، هناك مشكلة فنية سيحاول الزملاء إصلاحها. دكتور إسلام سأعود إليك. أرقام الأمم المتحدة دكتورة مريم، أرقام الأمم المتحدة تتحدث عن حرمان أعداد كبير في العالم، وقد ذكرنا في مقدمة الحديث أنه أكثر من مليار طالب وتلميذ في العالم حرموا أو تأثروا بسبب هذه الجائحة تعليميا بشكل أو بآخر، تأثر متفاوت متباين. أريد قراءتك لهذه الأرقام التي أوردناها في المقدمة والتي ذكرها الدكتور إسلام قبل حين. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللضيوف. أهلا دكتورة. الكرام، هذه الأرقام نعم وقد تكون أكثر من هذا، لأن العالم جميعه تأثر بجائحة كورونا، ووضعنا أمام تجربة حديثة وقعنا فيها. أمامنا خيار واحد فقط للتعليم، ولا وهو التعليم عن بعد. بعض الدول طبقته وبعضها اكتفت ألا تطبقه، الجلوس في البيت. يعني هذه التجربة الحديثة، هذا التعليم عن بعد الذي طبقته بعض الدول أيضا لم تكن مستعدة له، لم يكن فيه استعداد. هذا يريد يعني استعدادات، يريد تحضيرات، يريد مثلا منصات تعليمية، مناهج محوسبة، آليات جديدة، جاهزية الكوادر والأطراف العملية التعليمية، أيضا المتعلم. هل المتعلم معد أنه يتعلم تعلم ذاتي؟ لكن قبل هذا دكتورة مريم، يعني عندما نتحدث عن مليار ومئتي ألف ومئتي مليون طالب، أو مليار ومئة مليون حسب تتفاوت هذه الأرقام بين شهر وآخر، تأثروا بالجائحة، ما نوعية هذا التأثر؟ وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوطن العربي وتركيا وإيران، يعني هناك نحو 37 مليون طالب تأثروا. هل يمكن أن نعم. تحدثينا عن ماهية هذا التأثر؟ نعم، تأثروا في النمو، في التطور، تأثروا في الناحية الاقتصادية، في الناحية التغذية. مثلا هلا كثير من الأطفال يعتمدون على الوجبة في المدرسة الصحية، أو يعتمدون على وجبة مخفضة. هذه الوجبة لم يعودوا يتناولها. لكن من الناحية التعليمية، ما الضرر الذي من وقع عليهم؟ من الناحية التعليمية تضرروا، أنه عندما تغلق المدارس تزيد نسبة التسرب، تزيد نسبة الأمية، التفاعل والعزلة الاجتماعية. قد يجلس عندما يجلس المتعلم في البيت ويذهب الأم والأم إلى العمل، قد ينحرف سلوكه الطفل، قد يذهب إلى المخدرات، قد يذهب إلى سلوك منحرف، إلى أشياء يعني سلوكات غير سلبية. ايضا الاب والام قد يتاثروا عندما يجلس الولد الابناء في البيت، الام والاب سيجلسون في البيت، واذا جلسوا ينقطع الراتب. اذا هنا تاثرت الاسره جميعها. يعني تخلطين بين اضرار علميه ونفسيه، أضرار تعليميه ونفسيه واجتماعيه. نعم. التعليم ماذا يعمل؟ التعليم يعني ينمي الفرد من جميع الجوانب، جسميه وعقليه وانفعاليه. فاذا تاثر التعليم، اغلقت المدرسه، اذا تاثر جميع الجوانب، جميع هذه الجوانب تاثرت، الجسميه والعقليه والانفعاليه، التطور والنمو عند الطفل تأثر. طيب دكتور إسلام، أنت صاحب خبرة وباع حقيقة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أريد أن أسألك عن حجم التأثر الذي تعرض له هذا المجال بسبب الجائحة. لو تفصل لنا طبيعة التأثر ومستواه ونوعيته. يعني نحن أمام
أضرار بأنواع مختلفة. عندنا مثلا الضرر النفسي، يعني بعض الطلاب هم من مناطق فقيرة، من قرى، من أسر فقيرة، لا يستطيع أن يوفر الأب حاسوب لكل ابن من أبنائه، بل ربما لا يستطيع أن يوفر حاسوب للأسرة كلها. لكن سنجد في مناطق أخرى هناك أكثر من حاسوب في البيت، فهنا العالم ليس معزولا. يعني الطالب الذي يعيش في قرية ويعرف ماذا يحدث في الأماكن الأخرى، فهو يجد آخرين لديهم أجهزة يستطيعون أن يتواصلوا ويتعلموا، وهو لا يستطيع أن يتعلم ويواصل تعليمه مثل الطلاب الأغنياء. أيضا هناك مناطق لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت بشكل جيد، فالطلاب لم يستطيعوا مواصلة دروسهم بشكل جيد. أيضا لو تعرف أن أو كما تعرف أن كورونا ظهر في الترم الأخير أو النصف الأخير من الترم أو الفصل الدراسي الثاني، فهنا فجأة توقفت المؤسسات، بعضهم توقف لمدة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، فاضطرت المؤسسات إلى ضغط المناهج، وهذا قد يصلح في بعض التخصصات ولا يصلح في تخصصات أخرى. وكان هناك اتجاه للرفق بالطلاب الشديد، ولا بعض الدول نبهت على المدرسين أن تكون الامتحانات سهلة جدا. وأنت عندما تفكر كولي أمر تريد أن ينجح ابنك، عندما تفكر كمعلم أنت تريد للطالب أن يتقن المادة التعليمية، لكن في النهاية لابد أن لا تحدث مشكلات أو توترات. فتم ضغط المادة التعليمية وحذفت كثير من الدروس حتى ينتهي هذا العام. هناك أيضا أضرار لا ينظر إليها أحد، وهي أن هناك بعض الدول تعين المدرسين بالساعة، يعني هو عندما يعمل يأخذ أجر، وللأسف هذا قد يستمر لعدة سنوات، ليس سنة ولا سنتين. لكن دكتور إسلام، يعني سؤال على الهامش ليس بعيدا عن موضوع حلقتنا، الإقبال على اللغة العربية، هل شعرت بأن بسبب هذه الجائحة خفتت وتيرة الإقبال على اللغة بالنسبة للناطقين بغيرها؟ لا بالعكس، هي كان يعني هذا له جانب إيجابي، يعني كما لكل شيء جانب سلبي وجانب إيجابي، فأنا أظن أن هذه الجائحة ستؤثر إيجابيا على تعليم العربية لغير الناطقين بها. ولما قال اسمه هل نحن بصدد طفرة جديدة، تعليم العربية لغير الناطقين بها شهد عدة طفرات، منها الطفرة التي أعقبت أحداث 11 من سبتمبر، والطفرة التي أعقبت الربيع العربي، وكان في زيادة هائلة في متعلم العربية في كل طفرة من هذه الطفرات. أتوقع أن هناك طفرة قادمة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأن الطلاب رأوا أن ممكن أن يتعلموا اللغة بالرغم من هذه الجائحة. دكتور إسلام، بشكل تام، تفضل. بالرغم من هذه الجائحة؟ نعم، أنا عندما تكلمت عن فكرة الطفرة الثالثة قلت أن الطفرة الثالثة هي في المعلم نفسه، يعني هذا ليس سرا وليس عيبا، لكن نحن نعرف أن أهل اللغة العربية وأهل العلوم الإسلامية هم يرتبطون بالكتاب أكثر مما يرتبطون بالتقنية والآلة. الجائحة التي حدثت هي دفعت أعدادا كبيرة من المعلمين إلى إتقان التكنولوجيا، وإلا سيجلس في بيته ولن يجد عملا، هو لابد أن يتعلم أدوات التواصل مع الطالب. ونظرا لأن أغلب الطلاب الذين يتعلمون العربية من غير أهلها هم خارج العالم العربي، ولا يستطيع أكثرهم أن يحضر إلى العالم العربي ليتعلم، وجودة التعليم في بلادهم، تعليم العربية، ربما لا تكون عالية، فوجود معلم محترف تقنيا وناطق أصلي باللغة هذا سيشجع الكثيرين ليتعلموا اللغة عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه سيعطي فرصة لدخول أعداد كبيرة لهذا المجال، وهذا نلمسه بالفعل. وهذا يقودنا إلى السؤال عن فعالية التعليم الإلكتروني في هذه القضايا الذي سنبحثه بعد الفاصل. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل دكتورتنا عربيا،
هل حجم الضرر وطبيعته الذي وقع تعليميا على الطلاب والتلاميذ العرب في المدارس والجامعات إلى آخره بسبب الجائحة، هل مرده إلى العنصر المفاجئة أن الدول العربية لم تكن في وارد أن تتخيل حصول مثل هذا الأمر بشكل مفاجئ، أم مرده إلى أسباب مادية ولوجستية، أم مرده إلى عوامل ربما بيروقراطية إدارية بيروقراطية؟ هناك أكثر من عامل. العامل هاي كون الجائحة مفاجئة ولم نكن معدين خطط لهذا لمثل هذا التعليم، إذا هذا كان من الأسباب. وكوننا إحنا لم نخطط، ونحن شعب يعني في الوطن العربي دائما لا نخطط، كل شيء مفاجئ لنا، دائما مفاجآت عندنا ولا نخطط على المدى البعيد. إذا هذه جاءت الجائحة وضعتنا أمام تجربة، هذه التجربة حديثة ليس لها متطلبات مثل المنصات الإلكترونية، الإنترنت، المناهج مش غير محوسبة، المتعلم والمعلم وجميع الأطراف العملية التعليمية غير مؤهلين وغير مدربين على التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد. وهناك فرق بين التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. التعليم عن بعد يشمل التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني جزء من التعليم عن بعد. التعليم عن بعد قد يكون ورقي، قد يكون مرئي، قد يكون مسموع، قد يكون منصات تعليمية، لكن ونحن نعرف التعليم عن بعد عندنا منذ القدم. جامعة بيروت العربية تذكر كانت تعليم عن بعد، جامعة بيروت بالانتساب؟ بالانتساب نعم، كان الطالب يذهب ويأخذ الرزم التعليمية والحقائب التعليمية ويدرس في البيت، ونهاية العام يذهب ويقدم الامتحان ويحصل على شهادة بكالوريوس من جامعة بيروت العربية. إذن هذا تعليم عن بعد. التعليم عن بعد أعم وأشمل من التعليم الإلكتروني، لكن التعليم الإلكتروني في ظل هذه الجائحة لو اشتغل عليه بالطريقة الصح ممكن أن يأتي بنتيجة. لماذا؟ طبعا لكن هذا معذرة دكتورة طبعاً. حتى يعني لا نقفز على المحاور، هذا سنبحثه بعد الفاصل. تحدث قبل قليل الدكتور إسلام عن موضوع أن هذه الجائحة كشفت عورة التعليم العربي، بمعنى أن هناك شيخوخة في الكادر الذي يقوم على هذا، وإلى حد ما ربما يكون هناك نوع من الترهل. إلى أي مدى توافقين على هذا؟ نعم، التعليم في الوطن العربي يسير من السيء إلى الأسوأ وعوامل كثيرة. نحن لن نستثمر التعليم. وضحي لنا. التعليم يعني من أهم القطاعات. قطاع التعليم من أهم القطاعات. نحن لن نستثمر التعليم بالطريقة الصح. ليس عندنا يعني استثمار للتعليم. مثلا عندك في دول إفريقيا المصادر الدخل الخارجي كلها من استثمار التعليم. عندنا في أمريكا مثلا، تأخذ أمريكا، هناك 1,000,000 طالب من خارج أمريكا يدرسون، يدرون دخل لأمريكا 40 مليار سنويا. هلا عندما ترامب أعلن وقال إنه الطلاب الأجانب يغادروا أمريكا ويدرسوا أونلاين، من احتج؟ المحاكم احتجت، قالت 40 مليار مين يغطيهم؟ إذن التعليم استثمار. لكن إحنا بالوطن العربي استثمارنا للتعليم للأسف يكون يعني مثلا صح يدر دخل، لكن بطريقة يعني لا يعني بحكي لك إياها مش في المستوى المطلوب. يعني مثلا بعمل مدارس خاصة، برسب الطالب في بلده بيجي على المدارس الخاصة بدفع 10,000 دولار بياخذ شهادة وبروح، معدل 90، ما بيداوم ولا يوم بالمدرسة. إذا هذا التعليم عندنا. إذا احنا ما لا نعد خطط للتعليم، إذا احنا ما عدينا الطالب التعلم الذاتي اللي يدرس تعلم فردي، تعلم ذاتي. طب ما علاقة هذا يعني كلام مهم حقيقة، كيف تأثر هذا الأمر وهذا الترهل وهذا اللا تخطيط إذا صح التعبير بقدوم الجائحة إلى الدول العربية؟ أيوة، قدوم الجائحة إلى الدول العربية وضعتنا أمام خيار وحيد اللي هو التعليم عن بعد. التعليم عن بعد هذا الخيار ما في غيره، وتجربة نحن ما خططنا إلها، ما أعدينا إلها، إذن ما فيها متطلبات السابقة، ما حققناها، إذن هي راح تكون يعني فيها فشل، يعني مش فشل لكن فيها ما لم تأتي بأكلها. تفضلي. فبما انها لم تاتي بوكلها، ليس هذا قصور طبعا، ولا انا يعني انظر الى الموضوع من باب التنظير او ابحث عن مخطئ، لا، انا انظر اليه بعين الناقده المحبه المنتميه التي تسعى الى التغيير والتجديد في التعليم وفي قطاع التعليم اللي هو يعتبر من اهم القطاعات. يعني عندنا مثلا الامم ترقب التعليم، يعني الكي بي جي الروسيه شو بيحكوا؟ بيقولوا احنا عندما نريد ان ندمر او نحتل دوله من 20 إلى 25 سنة يأخذ معنا، ماذا نعمل؟ نضربهم في قطاع التعليم في الأخلاق، والأخلاق هي الأساس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية. يعني من كان عنده أخلاق وهو كافر أو هو في الجاهلية، مع الإيمان زاد، مع أخلاقه بالإيمان زاد إيمانه وقوي. الأخلاق مرتبطينها بالتعليم هنا. بالتعليم. وأيضا كمان
رب العزة في آية دائما أنا بتستوقفني بقول فيها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، صدق الله العظيم. في هاي الآية صناعة ربانية، يعني البشرية والذات والنفس البشرية صنعت بكل القواعد، المبادئ والأخلاق والقرآن والشرائع والشمائل والفضائل كلها صبت في هاي الذات البشرية. يعني احنا بنقول فولتير مهندس النفس البشرية، لا، هاي صناعة ربانية، أي قرآن يتوضح لنا. فالأخلاق هي الأساس، لما أنا أكون التعليم الأخلاق أساس التعليم أيضا، أرقى بمستوى تعليم جيد وأوجد في بلدي وفي وطني تعليم جيد يرقى بالمستوى المطلوب. يعني ليه أنا أروح أودي طلابي إلى الجامعات في الخارج؟ طيب أعمل جامعات أهلية، أعمل جامعات خاصة، أستثمر هاي الأموال في بلدي في وطني بدل ما أصرفها أنا بالخارج. متى أعمل هيك وأستقطب طلاب؟ عندما أقدم تعليم جيد. إذا أنا قدمت تعليم جيد في المستوى المطلوب أستقطب، لكن عندما أنا أبيع شهادات بيع. طيب التعليم الجيد الذي تتحدثين عنه الآن وأنت تنتقدينه قبل كورونا، الآن هناك تحدي جديد وهو التعليم الإلكتروني، سنبحثه بعد الفاصل. ما مدى إمكانية أن يكون بديلا عن التعليم التقليدي وجها إلى وجه؟ نبحث هذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التعليم في الوطن العربي وتحدياته في ظل جائحة كورونا. أذهب إليك دكتور إسلام، يعني الأزمة يبدو أنها على الأقل طبيا ستطول، لا توجد يعني آراء تقول بأنه يمكن أن يصدر لقاح قبل عام ونصف على أقل تقدير، هذه في أحسن الأحوال تفاؤلا، وثمة من يقول ربما يجب علينا أن نتعايش طوال حياتنا مع هذا الفيروس، ليس هذا موضوع حديثنا. الاتجاه الآن نحو التعليم الإلكتروني، السؤال هو دكتور إلى أي مدى هذا التعليم الإلكتروني يمكن أن يشكل بديلا مناسبا ذا نتائج مثمرة مقارنة بالتعليم التقليدي؟ انظر سيدي، قبل هذه الجائحة كنت أظن أن التعليم الإلكتروني قد يكون بديلا للتعليم وجها لوجه أو التعليم التقليدي، لكن بعد هذه التجربة ونحن كفريق عمل في المؤسسة في الجامعة التي أعمل فيها كنا تقريبا من أوائل إن لم نكن أول من تحولوا، يعني خلال 4 أيام أو 5 أيام بين الإغلاق، يعني أغلقنا يوم الاثنين يوم الجمعة عملنا يوم الثلاثاء الذي بعده، لأن الفريق أغلبه شباب، فكان عملية التحول أصلا هم يريدون أن يوظفوا التقنية في عملهم لكن ما كانت هناك فرصة، فعندما جاءت الفرصة الكل عمل وتحول إلكترونيا في خلال ربما 4 أو 5 أيام. بعد التجربة ويعني كان هناك جد واجتهاد في نجاحها، لكن عندما سألت الطلاب في نهاية البرنامج ما رأيكم أنتم الآن، أول أسبوع كانوا سعداء، يقول لك الحمد لله أنا رجعت إلى مدينتي والآن أنا مع أسرتي أكل وأشرب مع الأسرة، والبنات يقول نحن الحمد لله يعني عتقنا من زحمة المواصلات، أنا كنت أركب 3 مواصلات والآن لا أحتاج أن أخرج من بيت، فالجميع كان سعيد أول أسبوع. أما في نهاية التجربة قال رغم الاجتهاد من المعلمين رغم الأدوات المتوفرة إلا أننا لا نريد هذا النوع من التعليم أن يستمر بهذا الشكل، ربما نريد هذا التعليم بشكل جزئي لكن نحن نريد أن نتعامل مع لماذا بشر. لماذا يرفض الطلاب والتلاميذ التعليم الإلكتروني دكتور؟ هم
يشعرون أن جزءا من أدميتهم قد انتقص. كيف؟ يعني هو لا يوجد أصدقاء، هم يجلسون مع الحاسوب، لا يوجد تهيئة. يعني أنت تكتشف بعد فترة أنك تستيقظ من النوم وتستعد للذهاب للجامعة، هذا يعطيك دفعة قوية لتتفاعل مع المعلم في الصف. أما أن ينزل الطالب من سريره إلى مقعده أمام الحاسوب فهذا لا يكفي ليتهيأ نفسيا لعملية التعلم. نحن أيضا نعلم لغة، فلا بد يعني لغة الجسد هذه مهمة في الصف. التفاعل الطبيعي بين الطلاب وبعضهم، النكات، الضحكات، كل هذا غير متاح بشكل طبيعي في عالم التعليم الإلكتروني. التوتر من الامتحانات، رغم أن الامتحانات المحوسبة لها ميزات كبيرة جدا، لكن بعض الطلاب لم يجرب هذه الخاصية فهو كان خائف من الامتحان على الحاسوب، يقول أستاذ ماذا حدث لو تعطل الحاسوب، ماذا يحدث لو تعطلت الإنترنت، ماذا يحدث لو انتهت باقة الإنترنت، ماذا يحدث لو توقفت بطارية. يعني عشرات التخوفات قبل الامتحان، فهذا شكل توترا كبيرا على الطلاب، على أولياء الأمور، وعلينا نحن أيضا كمعلمين، لأن هؤلاء الطلاب هم أبناؤنا وبناتنا في النهاية. يعني نحن لسنا في شركة أو لسنا في خدمة قطاع عام. يعني هذه لكن رسالة. كل هذا القلق دكتور إسلام، معذرة، كل هذا القلق قد يكون فقط في مرحلة، لأن الآن في بداية التعليم الإلكتروني، ربما هذا كله يستدرك لاحقا. لو أذنت لي أن أنتقل إلى ضيفتي في الاستوديو على أن أعود إليك لاحقا. الآن نحن أمام أمر واقع، يتحول العالم نحو التعليم الإلكتروني. السؤال هو الآن إلى أي مدى هناك عربيا هناك بنية علمية مؤهلة لأداء هذه الوظيفة، أداء هذا الدور، وهو تعليم أجيال سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى الجامعية. التعليم الإلكتروني إذا تم الشغل عليه بالشكل الصحيح جيد، لكنه ليس بديل عن التعليم الوجاهي. التعليم الوجاهي ضروري جدا ويسير جنبا إلى جنب مع التعليم الإلكتروني، لكن لا يمكن إذا نستطيع أن نعمل تعليم مدمج. مرتبط بقرارات سياسية. نحن الآن في جائحة وفي أزمة، والأزمة كبيرة ولا يعني لا يوجد شيء واضح، ضبابية الشيء، الأمر ضبابي. هلا كل أكيد كل دولة وزارتها، وزارة التربية أعدت خطة، أعدوا الخطط، الخطط جاهزة لافتتاح العام الدراسي، لكن هل هذه الخطط التي أعدت، هذه الخطط أعدت وتصوراتهم التي وضعت، هل لا يوجد تحديات؟ هذا سؤال، يعني هل العرب يمتلكون بنية علمية إلكترونية مناسبة للتعليم؟ الخطط سهل وضعها والتصورات سهل وضعها، لكن الحقائق اللي راح تظهر في المدارس، مثلا في الغرفة الصفية، في الساحة المدرسية، تحديات الطالب مثلا، بمعنى أعطيك مثال، هلا بلشنا الدوام، الخطة موجودة والتصور موجود، وإنه في بعض الدول وضعت خطط إنه تعليم جزئي، جزء إلكتروني وجزء وجاهي. طيب هدول الطلاب عندما أتوا للمدرسة، الأطفال، أنا لما بدي أعلم هدول الأطفال هل أدرسهم القراءة والكتابة وعربي وحساب ورياضيات، أم أعمل لهم تأهيل نفسي وتربوي؟ 7 شهور غائبون، 7 شهور عن المدارس، عندما يأتي إلى المدرسة ماذا أدرسه في البداية؟ هل أعمل له تأهيل نفسي وتربوي؟ هل أعلمه كيف يتكيف مع المدرسة؟ الرجوع إلى المدرسة، الانتماء إلى المدرسة، أم أبدأ معه بالمنهاج أدرسه عربي ورياضيات وإنجليزي؟ هل المعلم مهيأ إلى هذه المواقف؟ هل الخطة شملت هذا الشيء؟ هل الكوادر وأطراف العملية التعليمية جاهزون لهذا التعليم أو لهذه الجائحة؟ أنت تجيبين عن هذه الأسئلة؟ أعتقد ليس بالشكل الكافي، لأن 7 شهور غير كافية لإعداد مناهج محوسبة إلكترونية، غير كافية لإعداد كادر تعليمي تدريبي. كنا بنعرف كثير من المعلمين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ليس قصور فيهم، ولكن هم جاءوا في عصر جاءت متأخرة لهم، جاءت هذه التكنولوجيا والتقنيات متأخرة لهم، ليس قصور فيهم، لكن لم يعدوا ولم يدربوا ولم يأخذوا التدريب الكافي في وطننا العربي، وكلنا نعرف هذا الكلام. لكن هنا سنواجه مشكلة أيضا، التعليم قائم على المساواة، هل جميع المناطق في وطننا العربي فيها متساوية، فيها انترنت، فيها كهرباء؟ يعني في كثير من الدول تقطع فيها الكهرباء، مثلا العراق دائما الكهرباء مقطوعة بالعراق في مناطق عديدة. عندنا فلسطين الاحتلال، العقبات هي اللي بنواجهها،
ناهيك عن اليمن ومناطق واليمن والمناطق الأخرى. يعني ليس جميع يعني التعليم قائم على المساواة. لما تكون مناطق نائية وفيها أسر فقيرة أكثر شيء تتضرر الأسر الفقيرة في هذا الموضوع، ليس عندها إنترنت، ليس عندها، وإذا وجدت إنترنت فيش لابتوب. طيب في بعض الدول أو بعض الوزارات قالت نعمل البرامج التعليمية متلفزة يحضرها الطالب بالتلفاز، هل البيت بيئة آمنة تعليمية المنزل؟ هل نستطيع أن نعمل من المنزل؟ يعني هذه أسئلة استنكارية وليس استفهامية، بمعنى أنك تقرين ضمنا أن هذا أنها ليست مناسبة. إن في عقبات كثيرة رح تواجهنا. طيب. هذه إذا استمر التعليم، لكن الله أعلم احتمال يتغلق المدارس. إذا أغلقت المدارس المصيبة أعظم. طيب دكتور إسلام، يعني تحدثت عن عدم إمكانية تأهيل مناهج محوسبة في هذه المدة القصيرة. زد على ذلك أن الآن إلى أي مدى يمكن أن يكون التعليم الإلكتروني أو ينعكس سلبا على المحتوى التعليمي الذي يقدمه المدرسون؟ هل يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي لهذا المحتوى؟ على هذا المحتوى؟ هو تأثير يعني جزئي، بمعنى أننا حتى نقول هل التعليم الإلكتروني بديل للتعليم المباشر أم لا، تعال نرى ما هدف التعليم أصلا. فأنا عدت للدستور المصري الباب الثاني الفصل الأول مادة 19، يقول عن أهداف التعليم: بناء الشخصية، الحفاظ على الهوية الوطنية، تأصيل المنهج العلمي، تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. سنجد أننا ما هو مادي نستطيع أن نطبقه في عالم التعليم الإلكتروني، لكن ما هو روحي وما هو نفسي لا تستطيع أن تطبقه حتى الآن في التعليم الإلكتروني. يعني أنا كيف أقول لطالب أنني أو كيف أربي طالب على المواطنة والتسامح وعدم التمييز وهو منعزل في غرفة، تمام، أو منعزل في قرية، أو منعزل في فيلا، أو منعزل في قصر، تمام؟ هذا لا يمكن أن يحدث. أي هوية وهو جالس في بيته؟ يعني هو لا يحتك بأحد، لا يتعامل مع أحد. ومن ثم فالتعليم الإلكتروني رغم أني أفضله أو أرى أنه له فوائد كثيرة وعديدة، إلا أن التجربة قالت أنه لا يمكن أن يكون بديلا للتعليم المباشر. لكن هذا هو المتاح الآن، ماذا سنفعل؟ إما نغلق المدارس، وإما نعمل في العالم الافتراضي، وعلى المدرسين أن يجتهدوا، على الدولة أن تبني أدواتها التقنية وترتقي بالمدرسين تقنيا، على الأسر أن تخرج أولادها من برامج الترفيه أو من مواقع الترفيه فحسب الموجودة على الحواسيب والأجهزة اللوحية، إلى أن يستفيدوا ويتعلموا من الإنترنت أو من التعليم الإلكتروني. الخلاصة في هذه النقطة أني أرى يعني ضوءا في نهاية هذا النفق أن هذه الجائحة سترتقي بالمعلم، لأن المعلم الذي لن يرتقي بنفسه سيتجاوزه الزمن. الأسرة لابد أن توجه أبنائها للاستفادة من التعليم الإلكتروني، وهذا سينسحب على التعليم خارج المنظومة التعليمية. يعني هناك مواقع كثيرة تقدم دورات وبرامج في منتهى الروعة ومنتهى التقدم من دول متقدمة، يمكن أن يطلع عليها ويدرسها الطلاب وغالبا مجانا، فالطالب لن ينغلق على ما تقدمه له دولته، بل سينطلق ويتحرك نحو العالم. كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء ومسؤول تقني في أحد الجامعات الأمريكية، فقال لي هذه الجائحة تقدمت بالتقنيات التعليمية 5 سنوات إلى الأمام. وقال الجامعات هي في أمريكا هي شركات، فإذا أنت لم تستطع جذب الطالب إلى الجامعة، الجامعة ستغلق مباشرة. يعني هذا الكلام جميل دكتور، لكن إلى أي مدى فاز العرب بقسط من هذه الكعكة التي تقدم فيها التعليم التقني 5 سنوات إلى الأمام؟ لو أذنت لي أن أعود إلى الدكتورة مريم، يعني كما هو معروف دكتورة،
أن الدول العربية متباينة في مستوى امتلاكها للتكنولوجيا التعليمية وللإمكانات المالية والاقتصادية. هذا التباين يعني مثلا في مصر والسودان وبلاد الشام ليست الحال كما هي في بلاد الخليج العربي. هذا التباين إلى أي مدى يمكن أن ينتج لنا أجيالا عربية متباينة تباينا واسعا فيما تتلقاه من محتوى تعليمي؟ المتعلم عندنا في وطننا العربي بما أنه نحن لم ندربه ولم نخلق فيه مهارة التعلم الذاتي والتعلم الفردي، كيف يستطيع أن يتماشى مع التعليم الإلكتروني؟ هذه نقطة مهمة. التعليم الإلكتروني جيد، ولكن هناك تعليم وجاهي، يجب أن نعمل تعليم مدمج، ندمج التعليم الإلكتروني والتعليم الوجاهي، لأنه في بعض المواد لا تدرس في التعليم الإلكتروني، يعني مثلا الطب، التدريس اللي يحتاج إلى معامل، الصيدلة، المختبرات، كيف أدرسها تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني؟ يجب أن يكون تعليم وجاهي، يجب أن يتماشى مع التعليم الإلكتروني جنبا إلى جنب، نخرج بتعليم مدمج. نحن أطفالنا ومتعلمينا غير مؤهلين للتعلم الذاتي أو التعلم الفردي، غير مؤهلين. لماذا غير مؤهلين؟ أسباب؟ أسباب لأن احنا نمط التعليم السابق، لأن نمط التعليم عندنا لم نخلق هذه المهارة في متعلمينا. الظروف اللي عندنا أيضا والتقنيات والتكنولوجيا ليست في كل المدارس متوفرة في الوطن العربي. في عندك مناطق نائية ليست فيها تكنولوجيا وليست فيها حواسيب وليست فيها، وفي أسر فقيرة لا تستطيع، والبيت، ولما أدرس تعليم إلكتروني البيت ليس بيئة مناسبة أو آمنة للتعليم الإلكتروني. لو وحده التعليم الإلكتروني يعني هناك الحقيقة دكتورة جملة من التحديات. ما زلنا مشاهدين الفاضلين في الحديث عن جملة التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا في المرحلة المقبلة، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل أخير. أهلا بكم دكتور إسلام. يعني تحدثنا عن الأضرار الواقعة على القطاع التعليمي وخاصة في الوطن العربي بسبب جائحة كورونا، وتحدثت عن بعض الفضائل إذا صح التعبير بسبب هذه الجائحة، أنها سترد الناس إلى المعلمة إلى امتلاك وسائل المهارة. لكن السؤال هنا الآن عن التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في الوطن العربي في المنطقة أو عموما، يعني القطاع التعليمي في ظل جائحة كورونا في المرحلة المقبلة، ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذه التحديات؟ التحدي هو البنية الأساسية للمؤسسة التعليمية، البنية الأساسية لأدوات المعلم، البنية الأساسية للطالب أو يعني إلى أسرة الطالب. نحن نتكلم عن بلاد عربية فيها شق غني ما شاء الله بارك الله له، وبلاد عربية المدارس لا توجد فيها دورات مياه، فأنت ستقول له اعمل لي معمل حاسوب يأتي المدرس ليدرس منه، أو أعطي كل مدرس جهاز حاسوب محمول ويعمل استوديو في بيته. فعملية البنية الأساسية هذه مشكلة، والبنية الأساسية في التكنولوجيا ليست حواسيب فقط. الناس دائما تتكلم عن الحواسيب، لا، أنت عندك برامج، أين برامج التواصل مع الطلاب، أين برامج الاختبارات، أين برامج مراقبة الاختبارات، أين المحتوى الإلكتروني المعد للطالب بشكل تفاعلي؟ يعني بعض الناس عملت تجارب مضحكة أحب يعني أن أشير إليها. سألت واحد، أنتم تحولتم للتعليم الإلكتروني بعد كورونا؟ قال نعم. قلت له ماذا فعلتم؟ قال عملنا إسكان، مسحنا أوراق العمل وأرسلناها للطلاب بالإيميل. طيب جيد، وبعدين ماذا فعل الطلاب؟ قال الطلاب طبعوها وأجابوها ثم مسحوها وأرسلوها لنا بالإيميل مرة أخرى.
فهذا تصور هذا الشخص والمؤسسة التي هو يعمل فيها عن التعليم الإلكتروني. هو لم يسمع عن مواد تفاعلية، لم يسمع عن اختبارات تكيفية، هو تصوره بسيط والمؤسسة تصورت بهذا الشكل أنها كذا تحولت إلى التعليم الإلكتروني. فنحن نحتاج بنية أساسية من حيث العتاد، من حيث البرامج، من حيث العقول، ثم نأتي بعد ذلك إلى تحويل المواد المحتوى نفسه لتحويل المحتوى نفسه ليصبح ملائما للعملية التعليمية. كان في دراسة أعدت في جامعة بلغراد ونشرت عام 2017 عن العوامل التي تؤثر على اتجاهات الطلاب نحو التعليم الإلكتروني، وكانوا معهم عينة حوالي 250 طالب تقريبا، ووصلوا إلى أن الطالب يكون اتجاهه نحو التعليم الإلكتروني عبر ثلاثة عوامل. أول شيء الفائدة، هل الذي يدرسه هذا يحقق له فائدة في النهاية أم لا؟ ثانيا سهولة الاستخدام، يعني لا تعطيني مواد أحتاج أن أخذ دبلومة في الحاسوب حتى أتعامل معها. الشيء الثالث تصميم المحتوى، هل هذا التصميم شيق؟ هل هذا التصميم ممتع؟ هل هذا التصميم يكسر الملل أم هو عمل سكان أو مسح للكتاب ووضعه في عالم الإنترنت؟ فهذه الثلاثة عوامل هي التي تكون اتجاه الطالب نحو المادة الإلكترونية. فلو رأينا هذا نستطيع أن نقدم مادة أو نتجاوز هذا التحدي في التعامل مع الطلاب. نعم. التحدي التالي هو الاختبارات، يعني لا يمكن أن نخرج طلابا هكذا لمجرد أنهم حضروا على الإنترنت دون أن نختبرهم. فهل نستطيع أن نتأكد أن الطالب الذي يجلس للامتحان هذا هو الطالب المسجل في البرنامج بالفعل؟ هذه نقطة شديدة الأهمية، وكثير من الجامعات حتى الآن لم تتجاوز هذه النقطة، لأن هذه الخدمات لا تقدم مجانا. يعني خدمات المراقبة الإلكترونية هي خدمات ما زالت حتى الآن ما زالت مدفوعة، طيب. وبعض المؤسسات لا تعرف أنها موجودة أصلا. طيب لو أذنت لي دكتور إسلام، يعني أثار نقاطا مهمة، لكن كل شيء ليس مرتبطا الضرر بالعملية التعليمية بشكل مباشر دكتور مريم. ثمة أحيانا أضرار أو تحديات بشكل غير مباشر مثل العملية النفسية. الآن الأطفال وخصوصا في مرحلة النمو العقلي لدى الأطفال في المدارس، عزلهم في البيوت وتعليمهم عن بعد إلكترونيا وإزالة البيئة التفاعلية من خلال الأسئلة والاقتباس من باقي زملائه، هذه ربما تؤسس لنوع من المشاكل الاجتماعية والسلوكية والمهارية عند الطفل. كيف يمكن أن تؤثر على التحصيل؟ نعم تؤثر على التحصيل، يصبح الطفل في عزلة، يصبح الطفل غير يعني غير منتمي للمادة أو المنهج، يعني سواء حضر أو ما حضر، يعني كيف أنت ممكن تضغط عليه وتخليه يحضر أو يستوعب أو يفهم أو يعني يعطي وقته، لأنه ما ربينا إحنا في هذا الأطفالنا مهارة التعلم الذاتي، مهارة التعلم الفردي. قبل شوي كنت أحكي عنها، بما أنه هذا الطفل ما عنده مهارة التعلم الذاتي والتعلم الفردي، إذا لا يستمع سواء حضر أو ما حضر. وإحنا شفنا كلنا في بداية الجائحة عندما كانت أصبح التعلم عن بعد، أول شهر كان في حماس متحمسين الأطفال ويتعلموا، بعدين صار يحكوا لهم راح يصير في تمكين للتعليم لما نرجع على المدارس راح نعيد، فبالتالي يعني الحماس شهر وخلص وانتهى، وكل طفل لم يتابع لم يتعلم وترك الكتب وترك كل شيء. فهي لما احنا بدنا نتعلم تعليم الكتروني يجب ان تغيير المنهاج، ويعد منهاج ويصمم للتعليم الالكتروني. نعد ايضا في تحديات من المعلم، يجب ان يكون هناك محتوى خاص، محتوى خاص بالتعليم الالكتروني، يجب ان يكون محتوى خاص. اما هذا المحتوى اللي بين ايدينا أمرره أنا عبر الواتس أو عبر الفيسبوك للطلاب، يعني دكتورة أنت تنقلت في عدد من المؤسسات وأنت يعني عضو في عدد من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي، إلى أي مدى الآن الكوادر التعليمية العربية قادرة على إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع معطيات العصر للتعليم عن إلكتروني عن بعد؟ عندنا كوادر، في عندنا في الوطن العربي كوادر، وفي يعني أشخاص قادرين. لكنك قبل ذلك تحدثت عن ترهل، لا عن ترهل، عن ضعف وترهل، لانه القائمين على العمليه التعليميه ممكن في ظروف تمنعهم بتغيير المنهاج. سياسه الجانب الاداري والسياسي طبعاً هو الذي طبعا يعني هلا المنهاج بيعكس ايش؟ سياسه الدوله،
واحنا مناهجنا ما شاء الله من الدول المانحه جايه. مناهجنا اللي بتحكم فيها الدول المانحه، تعطينا باليمين وتاخذه بالشمال. واحنا هون، لكن هون بقى على عاتق مين؟ المعلم، المعلم عنصر اساسي. المعلم اذا كان المنهج سيء والبيئه المدرسيه سيئه وعندي معلم جيد يستطيع اثراء المنهج ويغير ويجدد ويحدد. هذه نقطه في غايه الاهميه دكتور، اريد ان ابني. تفضلي اكملي. اذا المعلم هو المعلم هو الاساس. اذا لكن انا عندي معلم سيء وعندي بيئه مدرسيه ممتازه وعندي منهج ممتاز، اذا مخرج ليس في المستوى المطلوب، لكن المعلم هو الاساس. يجب ان نعمل على المعلم ونشتغل على المعلم ونجعل المعلم في المستوى المطلوب بتدريب، بتجهيز، بدورات، بتطوير ذاته، تطوير نفسه، كل هذه الامور بترقى بالعمليه التعليميه. المعلم هو الاساس. ابني ما على ما ذكرته لاسال الدكتور اسلام، يعني المعلم في التعليم الالكتروني في المرحله المقبله حقيقه سينحسر دور المعلم دكتور اسلام لصالح الطالب نفسه اذا ما كان في مرحله جامعيه او ثانويه عامه، أو لصالح الأهل إذا ما كان التلميذ في مرحلة ابتدائية أو إعدادية أولى. هذا كيف يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والتلاميذ عموما؟ يعني أنا لا أظن أن دور المعلم سينحسر. لو تذكر أستاذ جهاد، يعني جيلنا ونحن صغار كان التلفزيون في بداياته، وقالوا التلفزيون هذا سيأخذ مكان الجامعة والمدرسة في المستقبل القريب، وهذا لم يحدث. بعد ذلك ظهر الفيديو وقالوا الناس سوف تتعلم من بيوتها ولن يحتاجوا أن يذهبوا إلى المدارس والجامعات، وهذا لم يحدث أيضا. الشيء نفسه مع ظهور الإنترنت أو ظهور المالتي ميديا قبل الإنترنت، الناس ستتعلم على الكمبيوتر من خلال الأقراص المدمجة، وهذا لم يحدث أيضا. يعني كأن المعلم باق إلى فترة طويلة مع البشرية كمعلم. دور المعلم سيكون مهم في تحفيز الطلاب، في تشجيع الطلاب، في إعداد المواد التعليمية، في تبسيط المواد التعليمية. لكن هناك كما تفضلت الدكتورة وكما تفضلت حضرتك، المسؤولية ستزيد على عاتق الطالب. يعني بعض الطلاب عندما كنا نقيم التجربة فتجد الطالب يقول لك بعضنا لا يهتم بالدرس، هو يدخل ويغلق الكاميرا ويجلس يعبث بحاسوبي، تمام، لكن هذا الطالب يتعثر في الامتحان في النهاية. فهنا أصبحت هناك مسؤولية أكبر. نحن نتعامل مع المعلم في بلادنا بدور وصي، وأن الطالب في يد معلمه كالميت في يد مغسله. لا، هذا سينتهي في الفترة القادمة والطالب سيكون عليه مسؤولية. فالتعليم الإلكتروني نقول سيزيد من مسؤولية الطالب، لكن دور المعلم في رأيي لن ينحسر. طيب، سيستمر. طيب، أشكرك دكتور إسلام. أختم معك دكتورة مريم. دراسة مصرية منشورة في وسائل الإعلام والصحف المصرية تتحدث عن أن العام الماضي انتهى بأقل خسائر ممكنة للتلاميذ والنظام التعليمي المصري في الداخل، استنادا إلى هذا المعطى والوضع المعيشي المتراجع بالنسبة للسكان العرب وكذلك جائحة كورونا وضعف البنية التعليمية، كل هذه المعطيات، هل تجعل المقياس في الحكم على العملية التعليمية في المرحلة المقبلة هو تقليل الخسائر أم تحقيق الإنجازات؟ بما أنها الأمور ضبابية والجائحة كورونا لا نعرف متى تنتهي أو هل في هناك موجة أخرى، إذن يبقى الحكم غير واضح، لأنه نحن لا نعرف ماذا يحدث. يعني هل المطالب الآن الكوادر التعليمية أو نظام التعليم العربي عموما في المرحلة المقبلة في ظل هذه الصعوبات مطالب بأن يقلل الخسائر أم أن يقلل طبعاً. يبحث عن الإنجازات؟ يقلل من الخسائر ويبحث عن الإنجازات أيضا. هل قادر أن ينجز الكوادر نظام التعليم العربي؟ نظام التعليم إذا يعني اشتغل عليه صح، نعم ينجز. يعني إحنا تعودنا نطلع، يعني نتحدى في التعليم، نتحدى في ظروفنا الصعبة، في إمكانياتنا. يعني مثلا بلدي كفلسطين كأكبر مثال، يعني من قلب المعاناة يخرج دائما تلاقي يعني المعلم المتميز من فلسطين، على معدلات من فلسطين، يعني احيانا تقصدين المحنه تصنع المعجزات. المحنه رحم المعاناه بخرج، بتصنع المعجزات.
كله يرجع إلى الإرادة والدافعية. إذا احنا خلقنا الدافعية في المتعلم وفي المعلم وفي الطالب نستطيع أن نصل. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة، يعني أدركنا الوقت. ختاما المشاهدين الكريمين نختم، نشكر ضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الدكتورة مريم أبو الريش أستاذة فلسفة مناهج وتدريس، وكان معنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور إسلام يسري علي رئيس تحرير موقع بحوث لتعليم العربية للناطقين بغيرها. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.